معنا هاتفيا من اسطنبول سيد أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، مرحبا بك. إذا الأسد أقر بوجود إيرانيين بين قواته، لكنه في الوقت نفسه نفى وجود أي قوات إيرانية في بلاده، كيف تفسر هذه المناورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي ليست مناورة، هو نوع من الاستمرار في مشهد غريب من نوعه، قضية الكذب إلى هذه الدرجة لم نعد نرى في العالم، ولا حتى من سنين وسنين مثل هذه الدرجة من الكذب، قضية النفي إلى هذه الدرجة. فهذا يدل على صفة لهذا النظام، صفة مريعة، صفة ديكتاتورية غير مسبوقة على الإطلاق. يعني لا يوجد اليوم لدينا مشهد مماثل من مثل هذا الكذب والنفي، نفي كل شيء. يعني حتى 1,200,000 شهيد في الثورة السورية المباركة، هذا النظام ينفي وجود ثورة أصلا، ينفي وجود مطالب للشعب، يعني بدأ بها بمطالبة بالحرية، ثم بعد ذلك تطور الأمر كما تعلمون. لذلك نحن أمام مشهد غريب، أمام مشهد مريع على الجميع أن يستيقظ أمام هذا المشهد من نظام ليس كمثله نظام منذ بدء كتابة التاريخ. أنا أمر غريب، ينفي ما يريد وينفي كل شيء ظاهر وموثق. فالكذب في هذا النظام مستمر، وهذه دلالة على أن هذا النظام لن يستمر قطعا. يعني هو منافي لكل، ليس فقط لمحيطه، وإنما منافي لكل ما وصل إليه العصر. يعني حتى آليات الكذب المعاصرة لا يستخدمها. المراقبين سيد أسامة يرى أن الروس بدأوا يضيقون ذرعا بالنفوذ الإيراني، إلى أي مدى هذا الضيق يفسر غض الطرف الروسي عن الغارات الصهيونية على الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري؟ يعني الأمر فيه أكثر من محور للنقاش. إسرائيل إذا أرادت شيئا، إرادة إسرائيل تمضي فوق إرادة روسيا وإرادة أمريكا، تفرض نفسها. لم نجد يوما واحدا أو موقفا واحدا للروس يعارض الإسرائيليين فيما يدعون ويريدون، وكل الغارات الإسرائيلية كانت بعد وجود، يعني تقريبا معظمها بعد الوجود الروسي على الأرض السورية، والتنسيق والإخبار من الإسرائيليين للروس مستمر. هذا أمر، لذلك روسيا تحفظ أمن إسرائيل وترعى إسرائيل كما هي أمريكا. أما قضية يعني الصراع بين روسيا وإيران، إلى الآن هو صراع إعلامي، يعني في الإعلام، ليس من الإعلام الروسي حتى. لكن إيران أيها السادة، إذا أرادت الدول الكبرى، أمريكا أو روسيا، إذا أرادت شيئا من إيران، فإيران تنصاع فورا. يعني دعك من الإعلام والتصريحات، تنصاع فورا. إذا كان هناك خطوط ترسم لإيران فإنها تنصاع، لأن سياسة التقية سياسة تستخدمها في بشكل معاصر، تستخدمها بشكل غريب. لكن ألا ترى أن الموقف الأمريكي بدأ يتغير تجاه إيران، وحتى ربما قد يتوافق مع الرغبة الروسية في تقليم أظافر إيران الآن في سوريا بعد استفحال هذا النفوذ؟ هل ستقبل يعني بروسيا الوصول إلى هدفها؟ دائما العلاقة الأمريكية الإيرانية الباروميتر، المقياس فيها هي العراق. أنتم تعلمون بالتفصيل، لو أرادت إيران أن تعكر النفوذ الأمريكي في العراق لفعلت. ونجد أن الذراع، ونذكر أن الذراع البرية لأمريكا لما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب هي ذراع إيرانية، إن كانت ميليشيات الحشد الشعبي أو حتى الجيش العراقي اللي أغلبه موالي لإيران. لذلك نحن أمام حقيقة واضحة، لا ننظر إلى بقعة ونغفل بقعة مجاورة. العراق هو المقياس، لا يمكن للصراع أو للصدام الأمريكي الإيراني أن يحدث بشكل جدي طالما هناك تداخل في المصالح من أيام أفغانستان. إيران خير معين علنا لأمريكا، فلا يغرنكم ما يجري من بعض تقليم الأظافر ومن بعض الضغوط التي تستجيب لها إيران كما قلنا تحت سياسة التقية، تظهر شيء وتبطي شيء، وما تريده أمريكا في النهاية يمضي على إيران. أين تقف المعارضة بشقيها السياسي والمسلح من كل هذه التداعيات؟ المعارضة مع الأسف إذا يعني تكلمنا عن ولائها للدول الإقليمية وسيطرة دول وجهات داعمة عليها، فإننا نجد أن مواقفها أصبحت بعيدة عن أهداف الثورة السورية وعن نيل الحرية في النهاية.
لذلك مثلا اليوم نحن امام مشهد في حوران في جنوب سوريا، مشهد تتحكم فيه دولة إقليمية، تتحكم فيه الأردن، تتحكم فيه أمريكا، تتحكم فيه إسرائيل بشكل صريح وواضح، وحتى روسيا هي عبارة عن وسيط بين هذه الأطراف لترتيب الأمور. يعني هل تريد إسرائيل إيران على حدودها أم لا تريد، فتنسق وترتب الأمر روسيا. نعم. مع الأسف في فصائل الجنوب مثلا محكوم بالإرادة الأردنية، بالسيطرة الأردنية، بالتغلغل الأردني داخل هذه الفصائل. ولكن دائما نحن نقول أن الثورة السورية لم تستأذن أحد عندما اشتعلت، وقد تأتي يعني البقية الباقية من الثوار الأصيلين يقلبوا الطاولة على كل المتنفذين ومن الدول الإقليمية والدول الكبرى. شكرا جزيلا لك أسامة ملوحي من اسطنبول، رئيس الهيئة السورية للإنقاذ.